السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين ديالي الوفيين. اليوم كيف ما عودتكم دائما نجيب لكم الأخبار الجديدة. كيف ما كتعرفوا الإخوان والأخوات أن لبنى خرجت اليوم بواحد الخبر اللي حزين جدا. قبل ما نخليكم مع التفاصيل ديال الفيديو، ما تنساوش الاخوان والاخوات، اول حاجه غنقول اهلا وسهلا بكل الناس اللي التحقوا بنا في القناه، مرحبا بكم ودردركم، اكيد نورتوني وشرفتوني. وبالنسبه للناس اللي باقيين ما دخلوش للدار، كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد، كنزلو على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. ولايك للفيديو وخليو لي الدعوات ديالكم للاخت لبنى لتحت في التعليق. بزاف ديال الناس الاخوان كيف ما قلت لكم الكل والتفاصيل ان شاء الله في الفيديو، ما تزابيوش باش تفهموا شنو هو المرض ديال لبنى. غادي نخليكم مع الصوت ديالها وسمعوها مسكينه غادي تشرح لكم المرض الخطير اللي هي مصابه به. الله يشفيها ويشفي جميع الامراض المسلمين والمسلمات. الاخوان والاخوات بزاف الناس اللي يخرجوا بواحد الفيديوهات وحشومه، والله العظيم انا كنقول حشومه. شوفوا اخوان، الناس ما خصهمش، انا بعدا كاينه من هذا النوع، انا ما كنتشفاش وما كيعجبنيش نشمت في خف عدويا. علاش عندكم واحد الحاجه اللي هو المرض، ولا شي واحد يتصاب بشي مشكل، ولا يتصاب بشي يعني قال فإذا أصابتنا مصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن بزاف الناس الإخوان بزاف اللي عندهم الخبط في القلوب ديالهم وكيخرجوا كيشمتوا في خوهم المسلم ولا في أختهم المسلمة. غادي الإخوان نقول لكم باختصار ونخليكم مع لبنى ومن بعد نرجع معكم. بزاف الناس اللي تشفاو في لبنى وبزاف الناس اللي شمتوا فيها وكيقولوا ذنوب سعاد خرجوا فيها، وهي جات يعني كيسميوها لبنى السريعه، جات بالسرعه ديالها وداخله على سعاد صحيحه ومجهده ودفعه كبير ودايره فيها زعما مراه وهي زعما مراته والاخرى. شوفوا المرض كيبقى غير مرض، ولا لا يعطيه لشي مسلم ولا مسلمه. فالانسان ما يتشفاش وما يضحكش وما يشمتش، لان الدنيا دواره وما عرفتوا راسكم باش غتبلعوا. خليكم الاخوان مع سعاد، عفوا مع لبنى، ونرجع لكم من بعد. لانه كان كيتنفخوا الصوم في الصبعان ديالي، ولا كان البرد بزاف تعريت والبرد عاوتاني الركابي ديالي كيتنفخوا لي وكيبقاو يحرقوني. بقيت هكاك، انا كنت كنعتقد ان الامر عادي، ما ماشي شي حاجه يعني كبيره ولا. علاش قلت لكم هادشي؟ غنقطع لكم بعد نعاود لكم القصه، حيت اليوم علاش درت هذا الفيديو غتستغربوا علاش هذا هو الاوان ديال هذا الفيديو، حيت شحال هادي ما جاتني هاد الحاله، واليوم صبحت فيها ماشي اليوم، هاد الليله جاتني هاد الحاله، حيت البارح راكم عارفين انسان رجع من السفر وبدا كيسياق كيغسل الماعن، فهمتي كان حادي في الماء وهداك، ورجعت لي هذيك الحاله. داكشي اللي داز علينا انا اختي فاطمه قاسات، كنحييك بزاف. عرفت تفكرت فاطمه الله يعمرها صلاح، واحد انسانه طيبه بزاف. عرفتي قاسات معايا فاطمه صراحه، كنقولها من انا سمحي لي اختي فاطمه، قاسيتي ودرتي مجهودك باش تبري لي على الدواء، وكنقول اختي وفاء شكرا بزاف، صبرتي معايا. كلشي عائلتي يعني صعيبة، كيجيك واحد المرض، كيجيك واحد المرض فجأة، انت ما كنتيش داير له حساب، ما كانتش عندك اعراض، ما كانتش. والمشكل هذا المرض كيسميو هذاك القاتل، هو القاتل الصامت، كيوكلك من الداخل، وراه ما كيقتلش. انا قلت عليه الطبيبه وطمأنتني، قالت لي راه ما كيقتلش، ما كيديرش اعاقات، غير خصك ديري الدواء ديالك باش تبراي. والحمد لله ملي تختي راسك بكري، شحال عائلتي تخلعت بزاف، دبرت لي الدواء، دبرت لي بزاف ديال الدواء،
كنت كنضربهم هذه المده فهمتي، دبرت لي بزاف بزاف ديال الدواء كان عندي، ويباري كل سيمانه كنضرب واحد ليبره، ومزيانه كنت مزيانه الحمد لله. لكن اللي وقع لي دابا، المشكله اللي وقعت لي واللي ازمت لي، انه تسالى الدواء. اختي عيات ما تقلب في الفرماسيانات، وعيات ما تقلب في السبيطارات على الدواء، ما لقاتوش الدواء. كيكون في الخارج الدواء، كيكون في فرنسا في اسبانيا كاين واحد مخرجش. المتتبع الله يجازيها بخير لقاته في اسبانيا، ولكن الظروف ولقت ديالها ما في إسبانيا، لقت إيباري، اللي باري موجودين، وأنا قلت لي ما قتل الطبيب، باري قلت لي حيت مشات قلبت لي على الكومبريمو، يعني الكينة، خص تكون كينة حبات نشربهم حبات، قالت لي والو ما، ولكن اللي باري لقاتهم وشراتهم، وانا الطبيبه قالت لي بركه ما غتبقاش تضربي اللي باري، فهمتي؟ حيت قالت لي تقدر تجي، يعني يقيسوا لك العصبه في الفخذ ديالك، صافي شلل ديك اللي باري، كل مره كتشك ليبرا حيت عندك كل سيمانه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي اللي هذا هو مشكلتي. واليوم في الليل عانيت من الوجع والألم، توجعت بزاف، توجعت، واليوم صبحت هكاك منفخة. والصراحة السي محمد دار معايا مجهود كبير وكيتأسف ماشي فيه، مشكلة، أنا ماشي مشكلة، وقلب على الدواء. الساقن مشينا هبقينا. عند الفرماسيانات، كيسولوا على هذاك، كيسولوا هذاك اللي كيجيب بالكرو الدواء، كيقول لهم هذا كيدخل من الخارج من فرنسا، ما كاينش هنايا، خص اللي يجيبو من تما من فرنسا. ودابا انا تزيرت، شفتو تزيرت، عندي في واحد الوجع بلا ما يجيو داك ضعاف النفوس وداك مرض النفوس ويقولوا لك راه انتقام من الله، ولا راه الدعوات خرجوا فيك، ولا هذا المرض انا عندي قبل ما نتزوج من السي محمد، يعني قبل بداني شي شهر قبل، ما كنتش كنعرفه كاع ملي بدا عندي، يعني ما عندوش علاقة الانسان انه يلصق شي بشي، وانا ما اديت حتى واحد، وما كان ادي حتى واحد، والايام باينه انا غادي تثبت لكم حسن النية نتاعي. وهاد الراجل اللي راه حدايا عارف حسن النية ديالي، و داكشي اللي ما كيدي، داكشي علاش ما كيديها حتى في واحد الهضرات ديال شي واحد. والحمد لله واقف معايا الصراحة، واقف معايا بزاف في هاد الشي ديالي، وما كي زعما الصراحة ما كيجينيش بزاف، ما كيعرقليش الحياة ديالي زعما، ولا مني كنشرب الدواء راه مني كنت كنضرب لي باري عادي، عادي ما كنمارس حياتي بالعكس، كنغسل المواعن، كنسيق عادي.